السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما ترون إخواني أخواتي، فهذه القائمة التي أمامكم هي عبارة عن أعشاب وطباخير رائحتها طيبة زكية طبقا للسنة وطبقا لشرع الله، هذا إذن الله. واليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن فوائد البخور وما فائدته لإبطال السحر. فنصف البخور هو نصف العلاج في العلاجات الروحانية. مثلا سوف نتكلم عن انواع السحر. السحر ينقسم لاكثر من 100 باب، واشهرهم السحر الاسود، السحر الابيض، السحر الاحمر، سحر الكواكب، واشهرهم سحر القمر وخدامه السبع، ثم سحر عظام الاموات، ثم السحر النساء المنزلي. وكل باب من هذه الابواب ينقسم لعده ابواب، وكل باب لديه علاجه ولديه اسراره ولديه حكمته. نعم، القران الكريم، الرقيه، ثم هناك مسائل وأشياء لإسمام العلاج، وسوف نتطرق فيها إن شاء الله في الفيديوهات اللاحقة. ولا تنسوا الاشتراك ولا تنسوا الدعم، ومن لا يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، وبارطاجيو من فضلكم ليصل إلى الناس ولتستفيد الناس. وهناك ناس تعاني في صمت لكي ترى وتستفيد. معكم محمد القصومي من مدينة وادي زم، الخبير في علاج الفقير، الخبير في علاج السحر والجن والتوكل، السحر المطعوم المشروب بإذن الله. ودخلوا القناة وقوموا بالاشتراك وقوموا بالبارتاج وقوموا بالإعجاب ودق الجرس وتصفحوا القناة لكي تستفيدوا. الله يسخر.